نرجع وياكم بتكملة المحاضرة، محاضرة استيغانا جرافي. استيغانا جرافي تكنيك اكو مجموعة من التقنيات، احنا راح نركز على تقنية واحدة اللي هي سبستيتيوشن سيستم، اللي هو تغيير ال 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 اذا احكي كايمج تغيير، راح اعطيكم احنا المثال على الايمج. فالتغيير راح يكون داخل الايمج بيكسلز، تغيير راح يكون داخل الايمج بيكسلز. هنا هذا هنا التغيير، اكو لازم نشرح لكم فشي على الايمج. الايمج متكونه من مجموعه بيكسلز، مفروض انتم ماخذيها بصف اول او بصف ثاني. كل بيكسل من هذه حسب نوع الايمج مالتي، اذا كانت ملونه البيكسل وحده راح تكون من 3 بايتات ار وجي وبي، يعني الار ريد والجرين والبلو كل وحده من عندهن عباره عن بايت، واذا كانت جراي ليفل يعني مو ملونه راح تتكون من بايت واحد. فهنا انا اجي اخفي في، اذا كانت ملونه راح اخفي بالثلاث بايتات، واذا كانت غير ملونه اخفي بالبايت الواحد هو اللي هو يمثل البكسل. وين اخفي؟ وين اخفي؟ اخفي في ما يسمى باللي سيجنيفيكانت بت. انا عندي البتات مالتي متكونه من 1 2 3 4 5 6 7 8 مثل ما هو اصرح اوضح لكم اياه. هذا كل بايت كل بكسل متكونه من 1 2 3 4 5 6 7. اللي على اليمين هو اللي يعني اللي ما بأهمية اقل اهميه، واللي على اليسار هو الاكثر اهميه. بمعنى انه اذا جيت اريد اغير على اللي على اليمين اللي هو ابو الواحد راح يكون التغيير 3 بالعشرة بالعشرة، يعني معناه 3%، 3 بالعشرة يعني 3%. زين زين. التغيير الثاني بالنسبة للحرف بالحرف البت الثاني العفو 7%، التغيير الثالث 1.7%، التغيير الرابع 3.5%. يعني التغيير الأول 0.3%، التغيير الثاني 0.7%، التغيير الثالث 1.7%. زين، والوراء 3.5 الى ان اصل اخير واحد الموست سيجنيفيكانت بيت راح يكون 50% التغيير 50%. فلذلك طبعا اكيد انا افضل انه اخفي باللي سيجنيفيكانت بيت الاول او الثاني او الثالث، اكثر من الثالث راح يكون نوعا ما غير مرغوب بالاخفاء، لذلك يفضل انه يتم الاخفاء في الايج مثل ما قلنا بالجزء الاول من المحاضره. هنا بعطيكم مثال، اول بلوك من البايتات هو 3 بكسلات، بكسل الاولى والثانيه والثالثه كل وحده متكونه من 3 بايتات ار وجي وبي، اريد اخفي بيها الرقم 101 101 101. طبعا هذا خلوه للسهوله، فاجي على اول بايت اخلي بيه 1، ثاني بايت اخلي بيه 0، ثالث بايت اخلي بيه 1. نفس الشيء انزل على البايت على البكسل الثانيه اخلي 1 بصفر بواحد، وانزل على البكسل الثالثه اخلي 1 بصفر بواحد. طريقة ثانية إذا أريد أخفي بجري ليفل، هذه طبعا كانت صورة ملونة، هذه صورة ملونة البكسل الوحدة متكونة من 3 بايتات اللي هي الار والجي والبي. الصورة غير ملونة لا راح تكون الصورة غير ملونة راح تكون البكسل مالتي متكونة من بايت واحد. فأنا عندي الصورة مالتي مقسمها إلى قسمين، أول قسم هو 15 265 20 10 800، والقسم الثاني 250 105 120 116 10 50 110 25. هنا اريد يخفي بالجزء الاول 2 بت وبالجزء الثاني يخفي 3 بت. ليش؟ احتمال انه هذا الجزء الثاني هو عباره عن ايج حافه، احنا قلنا الايج راح تكون الاخفاء بها يكون يعني عدد البتات اللي يخفي بها اكثر. ليش؟ لانه من اخفي ما راح تكون عملية الإخفاء واضحة، يعني تكون أكثر قوة، عملية الإخفاء أكثر قوة، بينما بالسموث المنطقة السموث راح تكون عملية الإخفاء أكثر ضعفا. فهنا البلوك الثاني راح يفرض أنه إيج على سبيل المثال يخفي بيت 3 بايتات، يجي كل رقم يحوله إلى باينري مالته. نحول ال 15 إلى الباينري، ال 200 إلى الباينري، ال 5 إلى الباينري، ال 60 إلى الباينري وهكذا. يجي أخير 2 بت اللي على جهة اليمين اللي هي بال 15 تكون 11، يخلي بها 1 0 اللي هي اول 2 بت من
السكرت بت، فصارت ال 15 تحولت الى 14، ال 200 كتب الباينري ماله تحول الصفرين اخر 2 بت حولها الى 1 0 اللي هي منه ثاني 1 0 بالسكرت بت، صارت ال 200 202. الخمسة اللي هي وهذا الباينري مالتها 101 صار 111. ليش؟ لأنه ثالث توبت هي 11 حول خلاها بدال 01 صارت 11. الستين بقت 60. ليش؟ لأنه هي أصلاً أخير بتين هي 00 وخلى بدالها 00 فصارت بقت 60. يكمل إلى أن يخلص البلوك الأول، يجي على البلوك الثاني اللي هو 250 أيضا كاتب الباينري مالته، والمية كاتب الباينري مالته، والخمسة كاتب الباينري مالته. هنا يجي يحول الثلاثة بت الأخيرة، يحولها إلى يخلي بها ثلاثة بت. فهنا الواحد صفر واحد العفو صفر واحد صفر تحولت إلى واحد صفر واحد، فال 250 صارت 253. المية اخر شيء ايضا 01 10 اخر شيء 100، فحول ال100 بالاخيره اللي هي 100 حولها الى 010، والخمسه ايضا حول ال101 الى 110، وهكذا الى ان كمل الاخفاء كله. هنا اكو ملاحظه هسه نرجع لها بعدين من المشاكل اللي راح تكون، راح ارجع لكم على هذه الصوره حتى نعرف شنو المشاكل. هذا الهايدنج ان ايج اللي انه اني احاول اخفي اكبر عدد قدر ممكن من البتات بالايج، اكبر عدد ممكن من البتات بالايج، مثل ما هسه صورت لكم. اذا دني البلوكين فاكيد راح يكون البلوك الثاني هو الايج، والبلوك الاول هو المو ايج، لانه الايج راح يكون الاخفاء بها ما يكون ظاهر، راح يكون اكثر اختفاء. المشاكل في الليس سيجنيفيكانت بيت، اول مشكله انه السيكريت مسج ما تغطي كل الكفر، اي بمعنى يتم الاخفاء فقط في جزء من الكفر ويترك الجزء المتبقي بدون ان نخفي فيه. هذا شنو راح يسبب لي مشكله؟ يؤدي الى حدوث اختلاف بالستاتستكس، يعني يجي واحد يسوي احصائيات معينه على الجزء الاول من الصوره واحصائيات على الجزء الثاني من الصوره يشوف اختلاف. يعني المفروض هي كل صوره الاحصائيات مالتها تكون متشابهه، من يغير في جزء من الصوره وما يغير في جزء اخر راح يصير الستاتستك مالتها مختلفه، فراح يكتشف انه اكو تغيير. يعني زين شلون شنو معنى انه السكرت مسج ما تغطي كل المسج؟ يعني افرض انه انا عندي فقط اريد اخفي باعه على السكرت بيت، اريد اخفي 10 10 11 فقط، فاجي اخفي بال 15 1 0 واخفي بال 200 1 0 واخفي بال 5 1 1 خلصت السكرت بيت مالتي، فباقي الصوره راح تكون بدون ان يتم الاخفاء به. بهالحاله صار تغيير بالإحصائيات أو بالإحصاءات اللي موجودة بالجزء الأول من الصورة وعن الجزء الثاني من الصورة، فبنيجي محلل إحصائي يكتشف هذا التغيير، يشك أنه أكو فد نص مخفي، يشك أكو نص مخفي. الجزء البروبلم الثانية second problem أنه هذه بالكي جينيريشن، طبعا مثل ما تعرفون انه من ارتي انا اسوي جنريشن لكي لازم عندي سيد، لازم فد سيد ابدي به، يعني السيد هو البذره. فاذا ما اكتشف السيد وانا رند نمبر جنريتر مالتي معروفه، بهالحاله كل الكيز اللي راح تتولد راح يتم اكتشافه. واضح شنو معنى البروبلم الثانيه؟ فيما اذا اكتشف السيد اللي عن طريقه اولد الكيز واكتشف الراندوم نمبر جنريتر، راح تكون عمليه اكتشاف الكيز المولده راح تكون عمليه بسيطه. الكاركترستيك اوف ستيغانوغرافي الخواص مالتها، اول خاصيه الهايدن كاباسيتي. الهايدن كاباسيتي طبعا يجب ان كل ملف بهايدن كاباسيتي اكثر من الملف الاخر، يعني الصوره طبعا هايدن كاباسيتي مالتها اكثر من التكست. ليش؟ لان الصوره هي عباره عن كل الايمج هي مغطاه ببكسلز، تكست اكو فراغات،
اكو عندي اسطر فراغات، اكو باراجرافات كامله فراغات، اكو هسه متبعون على هذا الباراجراف اكو واي فراغات، بينما الايمج لا هي كلها مغطايه. فالكباسيتي تختلف من كفر الى اخر. الافضل شيء طبعا الفيديو، لانه الفيديو بمجموعه فريمات كل ثانيه متكونه من 30 الى 25 فريم. فشوف التحسب اذا الفيديو مالتي نص ساعه كم فريم راح يكون بي. الايمج احسن من التكست لان الايمج ما بيها فراغات، التكست بيه فراغات. بالاضافه لذلك التكست يكون مقروء فيكون اكتشاف التغيير بيه بسيط، بينما الايمج هي غير مقروءه فاكتشاف التغيير بها راح يكون يعني صعب. الامبرسيبلتي يعني هنا يجب ان تكون عملية الإخفاء زين تكون غير مدركة للعين البشرية. يعني انا مو اجي اخفي بصورة ويكون واضح اكو فد تغيير بهذه الصورة، او اخفي بتيست ويكون واضح هذا التغيير في التكست، او اخفي باوديو ويكون واضح هذا التغيير بالاوديو. فاذا يجب ان تكون عملية الإخفاء غير واضحة وغير مدركة للعين أو للأذن البشرية. شفنا أقول avoid drawing the suspicion، يعني نتجنب إثارة الانتباه، نتجنب إثارة الانتباه. ال irrecoverability زين معناها مدى جعل عملية استخراج الهيدن داتا أصعب ما يكون بالنسبة للطرف الثالث. مدى جعل عملية استخراج الهيدن داتا أصعب ما يكون بالنسبة للطرف الثالث. الـ performance evaluation، هسا أنا خفيت بصورة أو خفيت بصوت أو خفيت بتكست، من أجي أنا أباوع على هذه الصورة بالعين البشرية، قلنا إحنا العين البشرية ما تدرك، عين البشرية ما تدرك الإخفاء، لأنه أنا عندي ملايين من الألوان، أنا دا غير في لون واحد من هذه الملايين او في لونين او في ثلاثه. نفس الشيء بالنسبه للصوت، الاذن البشريه ما تميز الفرق الكبير بين احنا مرات بالتليفون اذا صديقنا يخابرنا ما نقدر نميز بصوته، فما بالك انه انا مغير جزء بسيط من الصوت. فالايفالويشن بيرفورمنس ايفالويشن انه انا بالحاله الاعتياديه اذا اعتمد على نفسي على عيني وعلى اذني ما راح اشوف اكو اخفاء، بس اكو طرق احصائيه من خلالها اقدر اشوف اكو تغير بالنص او تغير بالايمج او تغير بالفويس او بالاوديو فايل. شلون اطلع هذا التغير؟ عن طريق مقياس اسمه البيك سيجنال تنز ريشيو. هذا البيك سيجنال تنز ريشيو يعتمد على المين سكوير ايرور اللي راح نشوفكم شلون نطلعه. البيك سيجنال تنز ريشيو هو 10 لوج 10 سي تربيع ماكس على ام اس اي. الام اس اي هسه راح نشوف شلون طلعه. والسي تربيع ماكس هو اكبر جري ليفل فاليو ممكن ان تاخذه الايمج مالتي. فاكبر جري ليفل فاليو ممكن ان تاخذه الايمج هو 255، فاذا راح يصير 10 لوج 10 255 على ام اس اي. الام اس اي شلون طلعه؟ هذا الام اس اي مجموع مربعات الفروق بين البكسلز للصوره الاصليه ناقص البكسلز للصوره اللي تم الإخفاء به. مجموع مربعات الفروق بين بعدين ورا هذا ما طلع هذا المجموع أقسم على حجم الصورة، ورا ما أطلع المجموع أطلع حجم الصورة. إذا نجي على البكسلز مال الصورة واحدة واحدة، البكسلز اللي بعد ما أخفيت بيها أقارنها ويا البكسلز أو أطرحها من البكسلز اللي الأصلية وربع وأخذ أقسم على الام ان يطلع لي الام اس اي. أستخدم الام اس اي بالبيك سيجنال تنز ريشيو. هذا مثال، هذا المثال طبعا احنا جايبيه من المثال الاصلي مالنا اللي اخذناه بالبدايه، اللي هو غيرنا اخفينا هذا ال 15 اخفينا بيها ايش صارت؟ صارت 14، وال 200 صارت 202، وال 5 صارت 7. فهنا راح يصير ال 15 205 راح يصير 14 202 7. هذا المثال نفسه رجعنا عليه اللي تم الإخفاء به. فالصورة الأصلية هذه هي 15205، وللصورة اللي تم الإخفاء بها 14207. هنا نريد نشوف أكو فرق كبير لو ماكو، أكو فرق كبير لو ماكو. نجي نطرح كل بيكسل من البيكسل المقابلة له الربع. 15 ناقص 14 تربيع، 200 ناقص 202 تربيع، إلى أن نصل
إلى 101 ناقص 140 نقسم على 3 في 3 اللي هو حجم الصورة اللي هو الطول في العرض، فطلع لي 2.33. البيك سيجنال تو نويز ريشيو 10 لوج 10 255، قلنا أكبر جريلبل فاليو ممكن أن تاخذ الإيمج هو 255 على 2.33، فبالنتيجة يطلع لي 10 لوج 10 27871، وبالنتيجة يطلع لي 44.45. بيك سيجنال تو نويز ريشيو كل ما يكون قيمته قريبة من الصفر كل ما يكون عملية الفرق بين الصورة الأصلية والصورة المخفي بها يكون كبير، كل ما يكون أكبر كبير كل ما يكون أفضل. يعني هسه هذا الرقم لو طالع لي 54 يكون أفضل، لو طالع لي 64 يكون أفضل، لو طالع لي 74 يكون أفضل، بس إذا طلع لي صفر معناه الإخفاء مالتي كلش مو زين. طلع لي 10 الإخفاء مالتي مو زين، طلع لي 20 الإخفاء مالتي مو زين، طلع لي 30، الحد الفاصل هو 33. يعني جو ال 33 مو زين، فوق ال 33 مو زين، بس مو معناه 33 هو أفضل شيء، لا. كل ما يكون الرقم البيك سيجنال تو نويز ريشيو أكبر كل ما يكون عملية الإخفاء تكون أسهل. بهذا تنهي محاضرتنا للستيغانوغرافي. مثل ما نبهتكم أنه هذه عبارة عن جزئين، لأنه من حملتها جزء واحد صارت أكثر من نص ساعة، من قمت أسألها أبلود قام يختفي الصوت، فحاولنا نجزئها إلى جزئين، ولازم من تقرون الجزء الأول أول شيء بعدين الجزء الثاني. شكرا جزيلا.